السلام عليكم متتبعات ديالي الغزالات ديالي، كصبحتوا لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا مزيانين؟ معكم بيان سور سمعاني تابريتي، كيف ما عودتكم ديما لاشين ديالي متنوعه بما فيه يعني الوصفات، وصفات طبيعيه ديال الوجه، وصفات الاكل، روتينات يوميه وكذلك فلوغات. هذا النهار جيت لكم بواحد الوصفه سهله وزعما اي واحد تشهاها يقدر يديرها غير في الدار، مكونات بسيطه وجيت نشاركها معكم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم الا كنتو كتشوفوا لاشين ديالي اول مره ها هو عندي هنايا ليا لتحت، ديروا لي ابوني وما تنساوش تدعموني بلايك وبتعليقاتكم، سواء كانت يعني تعليقات بناءه او غير بناءه فانا كنستفد منها. يلا دابا خليكم معايا باش غادي تشوفوا معايا هاد الوصفه اللي غادي ندير لكم، زوينه بزاف وغنديرها بمكونات اللي هي متوفره عندي في البيت، مكونات بسيطه. هاد الوصفه هادي ديال اليوم سميتها زعزع، يعني كلشي غادي يكون كيعرف شنو هو زعزع. ها نتوما خليكم معايا وغتشوفوا الطريقه كيفاش غنصايبها. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، قرب لكم هكا باش يبان لكم اشنو غادي نصايب. عندي هنايا الدسر، انا هنايا درت البنان قطعته هكا على هذا الشكل دويورات، وكذلك طريفات ديال التفاح. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، يعني درت البنان والتفاح. هنايا البنات عندي اللوز مقطع طريفات صغار، وكذلك عندي القرقع بحال هكا طريفات. وهنايا عندي واحد شويه ديال اللوز والقرقع كذلك هنايا مفرفش شويه، غادي نديرو لداخل وهذا غنزوق به من الفوق. هنايا عندي شوكولا نوار محكوكه، وكذلك شوكولا بلون حتى هي محكوكه غبي. وهنايا عندي طريفات ديال الشكلاط، وضروري في هذه الوصفه هذه كيخصها تكون عندنا عصير ديال لافوكا. كيف ما كتشوفوا معايا انا طحنته هنايا، ويكون ثقيل بحال هكا البنات كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه للطريقه ديال الزعزع ديالي انا، فكنفضل انه يكون عندي فيه يعني الطبقه التحتيه انا كنديرها بالفلون. كيف ما كتشوفوا انا غادي نستعمل هاد الزليفات هادو، غيجيوكم كبارين شي شويه ولكن بحال غيهزوا لي، وانا ديجا صايبت الفلون. كلشي كيعرف يصايب الفلون، سواء عادي سواء الفخيس سواء الشوكولا، يعني على حسب داكشي اللي كتبغيو نتوما. انا كنفضل الفلون العادي حيت راجلي كيعجبو هاد الفلون هذا، يعني استعملته غير هو. عندي هنايا جوج ديال الاطباق ديال الفلون كيف ما كتشوفوا معايا. دابا البنات بعد ما حضرت كلشي هنايا، غادي نبداو بالفواكه هما الاولى. غادي نخلطوهم، تقدروا ديروا الفريز، تقدروا ديروا الكيوي، تقدروا ديروا الكاكي، يعني على حساب داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. انا كنفضلها هكا يعني بالبنان والتفاح، والا كان حتى بوعويد حتى هو كيعجبني. دابا ما عنديش ما درتوش، غادي ندير الدسر هكا. غادي نقسم هاد شويه الدسر اللي عندي، غادي نقسمه في جوج ديال الاطباق بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كاين اللي القدره ديالو يعني ما يستطيعش انه مثلا يخرج، الا كانت اسره كبيره يعني بزاف ديال الاشخاص، بزاف عليهم يخرجوا كل واحد ياخذ 25 درهم، راه الصراحه كتجي ميزانيه. يعني الا كان عندنا الفواكه والفلون وهادشي متوفر في الدار وصايبنا في الدار، غادي يطيح لنا بواحد يعني واحد المصروف اللي هو قليل، اي واحد يقدر يديرو في الدار. من بعد ما درت هكا غادي نجيب هاد لي فخوي ساك اللي عندي هنايا، وغادي ندير له هكا بهذه الطريقه كذلك هنا. اي حاجه صراحه كنجربها انا كنديرها في الدار وكتعجبني كنبغي نشاركها معكم. غادي نزيد واحد شويه ديال الشكلاط بيضه ونخليه متزين. تقدروا البنات تزيدوا حتى الزبيب،
اذا كان عندكم. انا الصراحه ما عنديش، يعني اكتفيت غير بهذا الشيء اللي عندي واجد في الدار، ما كلفتش على راسي ومشيت خديت من الزنقه شي حاجه، داكشي اللي عندي في الدار استعملته. وندير واحد طريفات ديال الشوكولاط هكا من الداخل، نزيدو واحد شويه من هذا الخليط هذا، مثلا انا كنوجدو دابا هاد الوجبه هادي كنوجدها باش نتعشاو بها، يعني بلا ما نحتاج ندير العشاء ونتقلو وناكلو مثلا شي حاجه ثقيله في العشاء، بنادم كيخصو في العشاء يبات خفيف ما يغلقش بزاف، فانا كنفضل ندير هادشي نديرو هكا العشاء. غادي ناخذ لاروكا ديالي كيف ما كتشوفوا معايا هنا هانتوما البنات ثقيله، غادي نحاول نغطي بها هاد الشيء ديالي اللي هنايا اللي عندي هنا. عندي متتبعين خاصين ديالي كيعجبهم الوصفات ديالي اللي كندير، كيخليو لي دي كومونتير مزيونين بحالهم على داكشي انا لاشين ديالي عودتكم عليها انني ندير لكم وصفات سهلة وزوينة، يعني وصفات رائعة. لا بالنسبة للفلوغ يعني ديال الخروج، لا بالنسبة للروتين ديال الدار، كنحاول نشارك معكم داكشي اللي تقدروا تستافدوا منه. وراه البنات حتى انا يعني ميم سي انا عندي لاشين ديالي، حتى انا كنتفرج في لاشين ديال الناس وكنستافد منهم، الا استفدت شي حاجة وكانت ايجابية علاش لا ما نشاركهاش مع المتابعين ديالي حتى هما يستافدوا، حنا نستافدو حنا كنستافدو من الناس وحدين اخرين يستافدو منا، وهذه هي الحياه. المهم هذاك الشيء اللي غادي نستافدو منه يكون ايجابي، ماشي شي حاجه اللي كتضر مثلا المجتمع او لا بالاخلاق ديالنا، يعني داك الشيء احسن يكون تكون شي حاجه اللي غادي كيف ما كنقولوا اللي غادي نستافدو منها ما نضيعوش الوقت. هانتوما البنات، نقدر الى خرجت نزيد شويه ديال الزبيب ونديرو ديك الساعه من فوق اوريو مثلا ديك بيمو هذوك لي سيكار، يعني اي حاجه عندكم بغيتو ديروها تقدروا ديروها. دابا غادي ندير اوبس، غادي ندير الشوكولا نزيد دابا شوكولا نوار، كنتمنى هاد الطبق ينال الاعجاب ديالكم، وخليو لي ضروري لي كومونتير تقولوا لي كيفاش جاكم. المهم الزين كيبقى داك الشيء الاختيار لكل واحد يزينو بالطريقه اللي كيفضل اللي كيبغي. هادشي كله في الاخير غادي يتخلط في الكرش وغادي يولي مزيج واحد، يعني تقدروا تزينوا بالطريقه اللي بغيتو نتوما تشوفوه بها، فكيبقى لكم الاختيار. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي النهايه ديال الطبق ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما شوفوا معايا كيفاش جا. مهم الديكور على قد الحال، ولكن بالنسبه للبنه انا متاكده انه زوين بزاف وغيعجبكم. وهانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الطبق ديالي، كيف ما قلت لكم فيه الفلون لافوكا هاد اللوز قرقاع شوكولا الديسير، الديسير تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوها. وهذه هي النهايه ديال الطبق. صراحه هاد الزليفه هذه راها كبيره ياكلوا فيها زعما جوج ديال الناس، ولكن كيف ما قلت لكم انا درت كل واحد ديالو حيتاش ما غاديش ندير العشاء، غادي نكتفي ان هذه وجبه منها يعني وجبه صحيه فيها
الفواكه والافوكا وهاد التقيوتات هادو، يعني هاد الشيء راه صحي وماشي ديما كناكلوه مره مره، يعني غادي نكتفي بها كوجبه رئيسيه للعشاء. كنتمنى انه الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وان هذه الوصفه هذه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بتعليقاتكم بشجيعاتكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب الى عجبكم الفيديو، وشكرا لكم على المتابعه. رجعت كنحاول انني ندير فيديوهات قصارين باش هكا كلشي ما نطولش عليه ويشوف يعني المحتوى ديال الفيديو في مده قليله وما نضيع لكمش حتى وقتكم نتوما. ودابا البنات كنقول لكم شكرا على المتابعه، تهلاو في راسكم مع فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده، روتين جديد، وفلوج جديد. فكنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم.